عايزة ايه يا زينب؟ انا عن نفسي مش هرجع اشتغل مع بابا تاني بصراحة، ما ارتحتش. بعدين انا عندي مشروع حلو جدا هعرضه عليه، ان شاء الله هيعجبه، بس هو محتاج بادجت كبير. عارف ايه اكتر حاجة شدتني فيك من اول ما شفتك وعرفتك؟ دايما بتختار التوقيت الصح. من اول يوم جيت وقلت لي فينك بتحبيني، كنت اوقات كتير جدا بستغرب، حتى واحنا متخانقين كان في اوقات ما بتجيش وتصالحني على طول، بس كنت بتختار توقيت انا عمري ما توقعته وتيجي وتصالحني فيه. عارف بقى لما كنت بقعد وافكر كنت بلاقي ان انت اخترت انسب توقيت، انت دايما بتختار التوقيت الصح. انا مش فاهم. انت مش اول واحد يحصل معاه كده، ناس كتير عملت مشاريع وما نجحتش فيها. ايه المشكله؟ اقع وقوم، اقع وقوم تاني، ده ظرف وحصل ومش بإيدك. بس أنا عندي مشكلة إنك تفضل واقع على طول. أنت مش كده يا طارق، أنا عرفتك وأنت قوي. يا ترى إحنا حياتنا وفرحتنا ببعض بتروح وإحنا مش حاسين؟ أقولك أنا لو مكانك أنا هعمل إيه؟ أنا هنزل مع أونكل وهنجح وهنجحه أكتر، واختار توقيت مناسب، هروح واقول له فيه ان انا محتاجه اعمل مشروع. فكر فكر واختار، وانا في كل الحالات جنبك ومعاك. انا اول مره ادوق طعم الفشل، انا عمري ما فشلت في حاجه في حياتي. اول مره احس ان انا مقهور مكسور. عارف يعني ايه احساس راجل مكسور ومقهور؟ انا متضايق ومتغاظ ومش عارف اعمل ايه، مش طايق نفسي. ممكن تفضلي جنبي وما تتكلميش؟ Watch it.